حتة فيها شبكة بقى. ايه ده؟ في ايه ده؟ غريب قوي يا حاج. يا ريس. ايوه. ايه ده؟ ابو حفيظه معانا في المسابقه هنا؟ انا معرفش يا استاذ والله. ايوه تعالى يا حاج. هي دي البطوله؟ اه هي دي البطوله. اتفضل نضرب إيه؟ طلقتين كده تحيه البطوله. ايه طلقتين تحيه البطوله؟ دي بطوله محترمه. لو سمحت اتفضل اقف مكانك. اقف فين؟ اقف في المكان اللي هوقفك فيه عشان تبتدي منه المسابقه. يلا اتفضل يا بيه. اتفضل يا حاج. انت مش شايف من غير العصايه ولا ايه؟ اقف يا حاج. كده تمام؟ لا ارجع ورا سنه بعد اذنك. اقف. انت هتتعبني ليه اهو؟ ايوه بالظبط كده. ما تعديش الريحه دي. ماشي. طول ما انت شامم الريحه دي يبقى انت واقف صح. تمام يا حاج. ركز كده عشان دي بطوله. ها كده صح يعني؟ كده زي الفل. لا انزل المسدس لما اقول لك اضرب. الله يرضى عليك. ماشي يلا بينا يا سامويل. والان مع دخول لوحه النشان تجهز. أيوة. للبطل أحلى المصري. احلى لوحه في الدنيا. يلا حط الهدف عشان الحاج يضرب عليه. ايوه اظبطه كده. ايوه بالظبط كده. يلا يا حاج. ثواني دي ايه؟ يلا اظبطها يا بابا عشان يضرب على ال. ايوه يا ثواني يا حاج عشان اظبط بس البتاع. اضرب ما اقف انا قدامها ويقتلني ونخلص.